أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة الجزيرة مباشر في هذه النافذة من مدينة نابلس. اليوم نتحدث مع مجموعة من العائلات الفلسطينية التي تعيش في الضفة الغربية وهنا في مدينة نابلس، وهم منذ سنين طويلة ومنذ عقود يعانون من مشكلة لم الشمل مع عائلاتهم سواء داخل أجزاء الوطن المحتل أو حتى خارج فلسطين. هؤلاء العائلات اليوم هم بلا أي وثيقة تثبت مواطنتهم في داخل الأراضي الفلسطينية، بما أضحى بما يعرف بملف لم الشمل الذي طفى على الساحة الفلسطينية مؤخرا بعد تنظيم وتأسيس حراك لهؤلاء العائلات سمي حراك لم الشمل حقي، والذي نظم مظاهرات في مدينة رام الله للمطالبة بتحريك هذا الملف الذي بات منذ سنوات طويلة في دائرة الرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا وهو كذلك في الجهة الأخرى من قبل الجهات الفلسطينية هو محل تقصير. أيضا هناك ما يزيد عن 20,000 عائلة فلسطينية ومواطن فلسطيني يعانون من موضوع ملف لم الشمل، ولا هوية لهم تثبت مواطنتهم، ويحرمون بسبب ذلك من الكثير من الحقوق المدنية وحقوق المواطنين. حول هذا الأمر مشاهدينا نتحدث اليوم مع بعض العائلات. نبتدأ الحديث مع السيد محمد الجرف من نابلس. محمد، عرفنا عن نفسك وعن قصتك مع موضوع لم الشمل، واليوم أنتم يعني أنت شخص من ضمن 20,000 شخص أو أكثر بتوا كما تعيشون وكأنكم في داخل سجن كبير، لا تستطيعون التنقل بين المناطق الفلسطينية وبين الحواجز الاحتلال الإسرائيلي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الجرف من نابلس، سكان أصلا عسكر مخيم عسكر القديم. طبعا انا مشكلتي لي اكثر من 23 سنه حاليا مقدم لطلب لم الشمل، وانا موجود اصلا يعني من هون، موجود هون اصلا يعني موجود في نابلس من وانا عمري تقريبا 3 سنين، وانا عمري يعني سنه 83 84 اهلي كانوا طبعا هم سكان نابلس سكان هنا، بس انهم كانوا يطلعوا على الاردن زيارات، فبالزياره يعني ان طلعوا بزياره. انا انولدت في الاردن، عشت سنتين في الاردن، رجعت معهم مرافق يعني خشيت عادي مرافق، مش اني مثلا جيت وخلفت. وبعديها ظليت متواجد هنا، عشت طول حياتي هون، درست من صف اول لحديت الجامعه وانا موجود هون في نابلس وعايش هون، لكن هون بدون هويه، بدون اي هويه. انا طبعا المفروض هسه لي 25 سنه يكون معي هويه. طبعا انا ما حكيت لك، انا فتت هون وموجود هون وعايش هون كمان، ما جيت يعني هسه. احنا كثير احنا المنعاني حوالي زي ما فهمت حوالي 50,000 هيك حكولنا، بس يعني اغلبيتهم ممكن انه في ناس اجت من كم سنه، من 10 من 15 من سنه، يعني المشاكل متعدده وانه كل واحد له معاناته. يعني في ناس كثير بتعاني يعني من ضمن المجموعه اللي احنا فيها اللي عاملين الحراك وغيرنا، في كثير ناس بتعاني حراك وغيرنا، في كثير ناس بتعاني بكثير شغلات. بس انا مثلا بحكي لك عن نفسي، مثلا انا انه طول عمري موجود هون ولحد الان ما اخذت ولا هويه ولا اي جنسيه، وما معي اي جنسيه ثانيه ولا لاي دوله ولا بلد ثانيه. طب ما السبب في هذه المشكله؟ السبب انا ما بعرف، انه انا صار عمري فوق ال 16، انا كنت صغير طبعا ما بعرف هذا، وكان بجوز انا احكي لك كانت الاوضاع مثلا احنا كنا ساكنين في المخيم بالزمان، وكانت انه في ايام بعد الانتفاضه الاولى انه بده يروح يسجل ولا بده يسجل اولاده، بدها مثلا انها مثلا مبلغ وشيء، فكان الاوضاع شوي بجوز تعبانه. كان يعني كنت اسمع وانا صغير ابوي يحكي مثلا اليوم بنروح كمان الاسبوع الجاي ان شاء الله بيعملوا مثلا انه ببطل مثلا في رسوم او بتخف الرسوم، لانه الوضع كان تعبان بالفعل عند الجميع من بعد الانتفاضه الاولى. فخلص صارت الاشي انه مر الوقت نعرفش كيف، صرت انا عمري 17 يعني كنت صغير يعني بالاول ما بعرف، صار انا عمري 17 18، وانا عمري 18 سنه تقريبا سنه 98 رحت على الداخليه اعمل هويه، وكمان اخذت معي في كان معي اخوي كمان كان ضايل له شهر شهرين بصير 16، ما كان صاير 18 ما كان صاير 16، رحنا على الداخليه قدمنا بحكوا له انت عشانك مش صاير 16 سجلوا له اسمه اعطوا رقم هويه، حكوا له الاسبوع الجاي خذ هويه. انا عشان كنت طالع عن ال 16 حكوا لي ما بنفع بدك تقدم لم شمل، قدمت لم شمل طبعا بال 98 وضلينا نستنى. بعدها بس بلشت الانتفاضه الثانيه، وقفوا كل طلبات لم الشمل وظل الموضوع موقف تقريبا 7-8 سنين لل 2008 او 9 سنين لل 2008. 2008 طبعا طلع لم شمل حكوا انه لاغلب الناس. انا طبعا نوضح انه لم الشمل طلع بمعنى انه الاحتلال وافق على اصدار بطاقات هويه يعني لالاف الناس في عام 2008 وافق 2009. على كميه ما بعرف وقتها 30,000 او اكثر بالوقت هذا وافق فيه الاحتلال على منح الناس الهويات ولم الشمل. انا كنت اسير انحبست، كنت اسير امني من سنه 2006 تقريبا لاخر 2008، وبالصدفه يعني اني طلعت بوقت لم الشمل ما طلع، يعني لم الشمل صار باول شهر 9، انا روحت خرجت من السجن باخر شهر 9، فروحت طلعت على الوزاره عند الاستاذ ايمن قنديل سالته مثلا انه
يعني ايش صار اسمي موجود، فحص عنده على الكمبيوتر حكى لي اسمك انه اسمك كان موجود بس انه الاحتلال وقفوك وقفوك رفضوه امني يعني. فما بعرف بعد وقتها حكى لي انه ممكن يا بتقدم مره ثانيه لما يصير تقديم او بتحط محامي او شيء من هذا القبيل. وحاولت ما ضلينا استنى كمان من 2008 سنين ونراجع واروح على الدائره، وحاولت اني مثلا انا شفت مؤسسات حقوق انسان اكثر من مره يعني، تواصلت مع كثير من مؤسسات حقوق انسان وتواصلت مع محاميين، حتى المحاميين في بعض منهم حكوا لي ما سمعنا عن شيء اسمه رفض امني لمشمل، ما بعرف انا بالضبط يعني ما مش شغلي هذا، بس انا حكيت في بعض المحاميين حكوا لي ما سمعنا انه في رفض امني على مشمل وما زبط يعني. حاولت ان ارد اغير الموضوع وضل الموضوع زي ما هو، وضلت انه لحد الان ما معي ولا اي جنسيه ولا اي هويه. طبعا هذا الموضوع بتعرف انت بارك في كل نواحي الحياه يعني انا اولادي لحد الان اي بصير عمري 40 سنه مش مسجلين بهويتي او مش مسجلين باسمي، ما فيش هويه يسجلوا في اسمي اصلا، ما معي اي جنسيه، صعب علي التنقل، صعب علي الحركه، صعب علي اني اعيش، ما بقدر اسافر، ما بقدر اعمل اي شيء يعني. احكي لك من سنتين ونص تقريبا ابوي كان تعبان، اضطرينا ناخذه على الاردن، فطلعوا اخوتي شافوه، انا ما قدرتش اطلع، توفى طبعا بالاردن وانا مش شايفه، وجابوه بعديها بعد ما توفى. فكتير امور هاي لسه شغله صغيره من شغلاتك من عده امور كبيره برضه. طيب محمد شكرا لك، لان حاليا يعني هذا جزء من معاناه من ليس لديه هويه. ننتقل للحديث مع عائله اخرى يعني مشاهده، طبعا نوضح ان الافراد هنا ليسوا من عائله واحده ولكن هم من عائلات مختلفه من نابلس، لكن اجتمعوا داخل هذا المنزل، ولكن في الحقيقه الامر هم يعني يطالبون بجمع الشمل مع عائلاتهم وافراد عائلاتهم. نتحدث مع السيده، تعرفين عن نفسك برضه، تحكي لنا الاثار وماذا يعني ان يكون الانسان معوش هويه ولا يوجد لديه بطاقة هوية وأن يعيش داخل هذا الوطن، تحكي لنا أكثر بعد إذنك. نجاة عبد الله غانم، أنا بالأساس كنت من الأساس مغتربة، تزوجت فلسطيني حامل للهوية، والدتي مواطنة ووالدي حامل للجواز الأردني. تلقائيا لما صار الزواج والدتي دخلت وعملت لي تصريح الزيارة ودخلت كزائرة هون بفترة زواجي، وكان هاد بال93. طالبت بإعادة هويتي لأني أنا بعمر 16 سنة ما نزلت مع والدتي على فلسطين. طلبوا مني تقديم لم شمل في حال أنه زوجك هو اللي يقدم لم الشمل. خرجت خارج البلاد واستقريت في المملكة العربية السعودية، وبعديها أنجبت أولادي، صار في من حقهم أنهم بدهم التعليم، فبدي أجيبهم للجامعة. دخلت عن طريق الزيارة وكان مقدم لم الشمل من 24 سنة بسنة 98 بشهر 8 ولغاية الآن. زوجي من قبل 4 سنين جدد اللي هو طلب لم الشمل. هلأ بالنسبة لي أوكي إنه زوجي وأولادي موجودين هون، لكن أنا محرومة من أبسط حقوقي، هي التواصل مع أهلي، مع والدي، مع والدتي، مع أخوي، مع أختي، التنقل حتى داخل البلد. أنا موجودة في محور نابلس ما بقدر أتخطى إمكانيات العلاج، إمكانيات في التواصل الاجتماعي، أبسط الحقوق الإنسانية للأسف إحنا مسلوبين منها. طب في طلب موجود، في رقم هوية موجود، وأنا أساسا من الأساس المفروض أني أنا تابعة لوالدتي، حرموني حتى استرجاع الرقم اللي كان على هوية والدتي بالطلب. حاولنا كثير، قدمنا مناشدات كثير بس على الفاضي. طب اليوم من المسؤول عن إيقاف هذا الملف وهذه القضية الإنسانية بكل ما تحتويه من معاناة لآلاف الأشخاص والمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية؟ من المسؤول عن تجميد هذا الملف وعدم تحريكه، ومن المسؤول أيضا عن رفض إعطاء هذه البطاقة؟ معلش احنا دائما بنلقي هذه المسؤولية على كاهل اليهود، بس رح أكون شوي أطلع بجرأة ماشي. لو كان فعلا مساندة من حكومتنا لهالناس الضعاف هدول اللي مو قادرين يقدموا أو يعملوا شيء ماشي، المفروض أنتوا كحكومة اجيتوا هون لحتى تعملوا دولة. الدولة هذه بحاجة أبنائها، لما إحنا أبنائها محرومين من أبسط البسيط هو حقنا في أنه نحمل شيء يثبت يعني يثبت أحقيتنا في المواطنة أو كوطن. الشيء اللي المقارنة البسيطة بس أخي اللي بدي أقدمها، إنه مثلا على سبيل المثال في الأردن أنا مواطنة المفروض حاملة لرقم وطني، في ناس كتير من أهل غزة ومثلا أولادي معهم جواز أردني غير حامل للرقم الوطني، لكن في حال إنهم هم كانوا أنا في فترة من الفترات أبنائي نزلوا من السعودية ودرسوا في الأردن أخذوا حق بسيط حتى في الجواز المؤقت،
هل الحكومة الفلسطينية مش قادرة تمنحنا إحنا طالما إنه اليهود مش قادرين يعطونا رقم وطني؟ أنت كمسؤول، أنت كمسؤول عن الكم الهائل من الناس هدول المحرومين، ما بتقدر تمنحهم جواز يمنحهم حق التنقل؟ فإذا إيش فائدة إنه أنا أكون مسؤول؟ هو المسؤول اللي مطلوب منه يحرك هذه القضية ووصلها كرأي عام. للأسف هذه القضية لو إحنا كأشخاص ما بنطرحها ما حد بيجيب أصلا، ما حد بيجيب سيرتها. لكن في الطرف الآخر المسؤول الفلسطيني يقول أن الأمر بيد الاحتلال والاحتلال هو الذي يرفض، فكيف نستطيع فهم المشكلة؟ ما بيقدر الطرف الفلسطيني يقدم أبسط شيء. أنا قلت لك مثلا في الأردن ناس من أهل غزة ما عندهم أي نوع من الجواز مثلنا، بدنا نعتبرهم هم غير حاملين للهوية، لكن عطوهم أبسط حق، جواز مؤقت بيجددوه كل فترة، بيمنحهم العلاج، بيمنحهم التعليم، بيمنحهم حتى إنهم يسافروا. فليش إحنا ما مثلا نبادر؟ أوكي، الشيء كمواطنة أساسية في البلد هي بإيد اليهود، لا حول ولا قوة إلا بالله، بس أنت كحكومة كناس مسؤولين ما بتقدروا تمنحونا جواز يمكننا حتى من أبسط حقوقنا في التنقل؟ تنقل ما بنقدر نطلع بريت المنطقة اللي أنت فيها. طب سيدة نجاي، يعني ننتقل أيضا للحديث عن وجه آخر من المعاناة، نتعرف برضو على السيدة معنا هون، تحكينا اسمك برضو، أيضا تعرفين عن يعني معاناتك مع موضوعنا من الشمال، و كيف ينعكس هذا الأمر على حياتك الشخصية اليومية في ظل عدم وجود امتلاك بطاقة هوية تثبت أنك فلسطينية ومواطنة تعيشين في الضفة الغربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي، أنا أنوار محمد صبحي العبهري من الأردن، قدمت للم الشمل بال 2014 ولليوم ما طلع، جيت على فيزا، تزوجت وخالفت ولليوم وما طلع لنا لم الشمل، ويعني احنا منطالب انه يطلعوا لنا لم الشمل لانه في معاناه، اهلنا بعاد ما بنشوفهم، مش عارفه اكمل، وهو حق يعني. طب يعني اخر مره متى شفتي اهلك بشكل حقيقي؟ يعني واضح انه بتتاثري، متاثره حضرتك في الموضوع، يعني متى اخر مره رايتي اهلك في الاردن او عائلتك او افراد عائلتك؟ من 6 سنين. طب على كل يعني نقدر هذه المشاعر حاليا وتأثرك في الموضوع، ننتقل للحديث مع تعرفين عن نفسك برضو حضرتك، يعني واضح في معاناة حقيقية بتعبر عنها السيدة في دموعها حاليا، تحكي لنا حضرتك تعرفي عن نفسك وأيضا المعاناة التي تمرون بها حاليا. أنا عائشة الحاج محمد من نابلس، أنا مغتربة وأجيت هون بال2000، قدمت في 2001 و2002 للم الشمل إلي ولا ابني. ابني كمان فوق، لما أجينا هون كان فوق 16 سنة، ما أعطوه هوية، فقدمنا إله وقلوا لمة شمل فما أعطونا، قالونا لازم تحركوا الطلب، نروح كل سنتين كل 3 سنين نحرك الطلب، وقلنا ما في جديد، كله هذا اللي موقفه الاحتلال وما في إشي، يعني ما بعطونا إشي شافي، يعني نشوف شو السبب اللي خلاهم هيك، ما يعطونا الهويات، ما صار عندنا صعب. إحنا لما بدنا يعني نفسنا نزور الأقصى، أنا إلي 20 سنة ما زرته، وهو بعيد عنا بجوز 20-30 كيلو، ما قادرين نشوفه ولا نصلي فيه، وفي من برا الناس بتيجي وبتصلي، وإحنا أصحابين البلد وأصحابين هذا مش قادرين نوصل للأقصى ونصلي فيه، وها معاناتنا كتيرة، وما حدا سائل عنا، ما في حدا سائل، كل اللهم نفسي بقول لك، يعني أنتوا فئة قليلة، يعني شو بدنا نعملكم، كل هذا من الاحتلال. طب سيدتي، كان في يعني في الايام الاخيره والاسابيع الاخيره كان هناك يعني حراك واضح، وكانت هناك مظاهرات وتنظيم حراك على ارض الواقع امام وزاره الشؤون المدنيه في رام الله، ربما شاركتم في هذا الحراك، كيف وجدتم شاركت تجاوب المسؤولين الفلسطينيين مع هذا الحراك؟ ما بعطونا جواب شافي، المسؤولين ما في عندهم جواب شافي، بقولوا كلهم دائما انه هذا من ايد الاحتلال، ما في جواب شافي يعطونا اياه، يعني يعطونا امل كمان لقدام، ما في، بقول له هذا كله من الاحتلال، واحنا ضايعين بين الاحتلال وبين السلطه اللي عندنا، مش عارفين شو نعمل. طب بدي اعود مره اخرى لانوار، اسمحي لنا، يعني انت اليوم بعد الحراك المنظم اخيرا، يعني قد يكون هو الحراك لاول مره ينظم على الشارع الفلسطيني لاجل هذه القضيه التي تتعلق بالاف الناس من امثالك وامثال المتحدثين هنا وغيرهم من الاف الناس الفلسطينيين،
هل بتشوفي في هذا الحراك اليوم انه ممكن يشكل اي امل مستقبلا انه تنحل هذه القضيه ويصبح لديكم هويه تستطيعون التمكن من زياره اهاليكم سواء خارج الوطن او داخل الوطن؟ أكيد. هيك لما الواحد يعني رحت على الاعتصام وحسيت إنه في ناس زيي ونفس المعاناة، الواحد حس إنه ممكن، وإنه لما نطالب في هذا الإشي إنه الناس بتشوف إنه في ناس ما معها لم شمل، يعني في ناس ما بتعرف شو هو لم الشمل، وإحنا يعني شو الجرم اللي عاملينه إنه أقل الحقوق يعطونا، يعني اللي طالبينه حق عادي طبيعي، أصلا كل إنسان وبجميع البلدان بطلب هذا الإشي من حقهم، فيش إلا إحنا طبعا أي جر إحنا شو عاملين، يعني حقنا وحق كل أي إنسان إنه يكون معاه هوية، يعني حارمين أشياء يعني بسيطة ويعني ما بشعر فيها إلا اللي مجربها. حسينا إنه ممكن إنه خلينا يوصل صوتنا لكل الناس تعرف شو إحنا اللي منعانيه، مع إنه ما حدا رح يشعر في اللي منعانيه، بس عادي يسمعوا صوتنا ويعرفوا معاناتنا، وإن شاء الله إنه يكون في تقبل. أنا أشكركم شكرا جزيلا إلى هنا نكتفي طبعا يعني هذه النافذة، ولا شك مشاهدينا معاناة حقيقية يعيش هذه العائلات بشكل يومي، يحرمون من أبسط الحقوق، وكما استمعنا البعض لم يتمكن من زيارة أهله ورؤية أهله منذ سنوات، والبعض أيضا لم يتمكن حتى من أداء شعائر دينية بالوصول للمسجد الأقصى الذي يصله الناس من بلدان كثيرة من خارج فلسطين، لكن من يعيش داخل فلسطين ربما الكثير من هؤلاء الناس يحرمون بشكل حقيقي من الوصول للمسجد الأقصى. هذه المعاناة ما تزال مستمرة مشاهدينا، ومع استمرار ومع بروز حراك لم الشمل الحق الذي برز مؤخرا على الساحة الفلسطينية، شكل هذا الحراك بارقة أمل جديدة لدى هؤلاء الناس، واليوم هم يطالبون بأن يكون فعلا هذا الحراك قد يفضي لنتائج حقيقية يتمكنون بفضلها من الوصول لنتيجة حقيقية يحصلون من خلالها على بطاقات هوية كأبسط حق من حقوق أي مواطن وأي إنسان يعيش في أي وطن على وجه هذه الأرض. إلى هنا نشكر لكم طيب المتابعة.